مرحبا بالجميع، أنا نوراي بيكوز أولان، دكتورة عضوة هيئة تدريس في قسم هندسة المعادن والمواد في جامعة اسطنبول جراح باشا. أكملت درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في نفس القسم. بدأ قسم هندسة المعادن والمواد في جامعة اسطنبول جراح باشا للتعليم لأول مرة في عام 1991 و1992. لا يزال قسمنا منذ ذلك العام يقدم خدماته في حرم أفجيلار الجامعي. نحن نواصل حاليا العملية التعليمية مع 22 عضوا من أعضاء هيئة التدريس. يتكون طاقم العمل لدينا من أكاديميين بدرجات بروفيسور ودكتور ودكتور عضو هيئة تدريس ومحاضر وباحث. يتم بشكل عام تقديم التعليم الأساسي في قسمنا في الفصل الدراسي الأول. يبدأ الطلاب في الالتقاء الحقيقي بعلوم الهندسة بعد مرور السنة الثانية، ويبدأ تخصصهم في مجالاتهم عن طريق اختيار الدروس في المجالات التي يريدون أن يكونوا خبراء فيها في العامين الثالث والرابع. لدينا مجموعة واسعة من الدروس، مثل دروس الحديد والصلب والزجاج المقاوم للحرارة والمواد المركبة والمواد الحيوية والمواد المغناطيسية والمواد النانوية. يتم تشكيل مختبرات الأقسام لدينا بشكل عام وفقا لخبرة أساتذة القسم لدينا. يتم بالطبع ترتيبها أيضا لدعم طلابنا في حياتهم العملية المستقبلية. يأخذ طلابنا دروسا مختبرية متعلقة بالقسم في السنتين الثالثة والرابعة. على صعيد المختبرات لدينا مختبرات مثل مختبر دراسة المعادن ومختبر الصب ومختبر علم قياس الحرارة ومختبر علم السوائل ومختبر تكنولوجيا النانو ومختبر البلاستيك الهندسي ومختبر دراسة مسحوق المعادن. هنالك متطلبات تدريب عملي صيفي لمدة 45 يوم عمل في قسمنا. عادة ما يقوم طلابنا بتدريبهم العملي الصيفي في نهاية الصف الثاني بعد التعرف على أقسامهم. ليس لدى طلابنا أي مشاكل فيما يتعلق بالتدريب، لأن لدى أساتذة القسم لدينا اتصالات مع قطاع الصناعة ونحن ندعمهم في هذا الموضوع، حيث يمكنهم العثور على تدريب داخل اسطنبول أو في أي مكان في تركيا أو في الخارج. بالطبع يجب على الطلاب الذين وصلوا إلى مرحلة التخرج إكمال تدريبهم العملي. إضافة إلى ذلك لدينا مشروع تخرج، يكمل طالبنا من خلال هذا المشروع مرحلة التخرج بمشروع تجريبي برفقة مستشار. عند رغبة طلاب القسم لدينا بالاستفادة من الفرص في الخارج، فلدى كل قسم ممثل عن برنامج إيراسموس. يمكن لطلابنا الاستفادة من هذه الفرص عن طريق الاتصال بهؤلاء الممثلين. تقام العديد من المؤتمرات والمؤتمرات الوطنية والدولية في قسمنا. في هذه المؤتمرات يشارك أساتذتنا في كل من المجالس العلمية والاستشارية. في هذه المرحلة يعملون أيضا على اتصال مباشر مع الطلاب. يشارك طلابنا أيضا في الدراسات التي أجرتها غرفة مهندسي المعادن والمواد في المنصات الوطنية أو الدولية. بعد تخرج طلابنا يمكنهم العمل في العديد من الأماكن في مجال علم المعادن وهندسة المواد. أستطيع أن أقول إن طلابنا محظوظون جدا في هذا الصدد. عندما يخطر علم المعادن على بالك تأتي المعادن إلى عقلك، وعندما تفكر في المواد فيمكنك تضمين جميع المواد التي يمكنك التفكير بها. لذلك يمكنهم إيجاد فرصة للعمل في صناعة الحديد والصلب وصناعة الحراريات وصناعة الزجاج وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا المتقدمة، بينما يمكنهم العثور على وظيفة في القطاع الخاص أو العام. ويمكن لطلابنا مواصلة دراساتهم من خلال إنشاء مؤسساتهم الخاصة. طلابنا قادرون على إيجاد مكان لأنفسهم في الوحدات، مثل وحدات البحث والتطوير ووحدات تطوير المنتجات، وكذلك في رئاسة إدارة تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومجلس البحث العلمي والتقني في تركيا. يجب أن يتمتع الأصدقاء الذين سيختارون قسم هندسة المعادن وهندسة المواد بروح البحث والتطوير. ونظرا لأن قسم هندسة المعادن وهندسة
هندسة المواد في جامعة اسطنبول جراح باشا يقع في حرم إفجيلار الجامعي، فلن يواجه الطلبة أي مشاكل في المواصلات. لدينا حرم جامعي في موقع مميز جدا بالقرب من الميتروبوس ووسائل النقل البري، وهنالك العديد من المساكن الطلابية المملوكة للدولة أو المؤسسات الخاصة حول الحرم الجامعي لدينا. نظرا لحجم الحرم الجامعي فيمكن للطلاب العيش في هدوء واستمتاع بعيدا عن الضوضاء وفوضى المدينة. أصدقائي الأعزاء، إن كنتم تسألون عن سبب شفافية الزجاج، وإن كنتم تتساءلون عن كيفية استخدام معدن يمكننا ثنيه بأيدينا في مرحلة مثل صناعة الدفاع، وإن كنتم مهتمين بالمواد في العديد من الموضوعات الأخرى، فنحن نرحب بكم جميعا في قسمنا.